رأيتي المنطق خلتنا بعيدا، سامحيني ما عرفتش حافظ عليكم. عاوز يبقى لي كافة الضمانات اللي حافظ بيها على فلوس مريم. احنا مبنختارش مصيرنا ولا مصير الناس اللي بنحبها. انا رهنت حياتي كلها تحت رجليك. بس انا خالد الليسي جوز خالد بنت كرامة. توكيل عامله لها مريم يتلغي. معقولة حزومة كده تنساني؟ والله ما انا عارفة اقول لك ايه. هو انت هتحطي ايدك في جيبي وتسرقيني؟ انت ايه اللي بصحتك بالمنظر ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ان يبقى عندي بنت عامة حلوة زيك كده وانا مش شايفها ابقى ما بفهمش. لو شفت الراجل اللي سلمته الاكل تعرفه؟ اعرفه يا ماشي. انت ولا ابوك هتكونوا احن على اختي مني؟ انت ولا حد مسلط؟ انا بحبك يا ندي. ايه اللي بتقوله ده بجد؟ يعني لوشي يا حبيبتي؟ طب ازاي ده يحصل؟ وانت ليه تحب عليا حاجه زي دي؟ طب والبوليس؟ قبض على اللي عمل كده ولا لسه؟ لا انا مش هبلغ البوليس، انا هتصرف بنفسي. ملك، الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاته. خليكي معايا ثانيه واحده ملك، ارد على بيتي وارجع لك. ما تقفليش. ها ايوه. فين؟ طب خليك مكان، انا جايلك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، انا هغير هدومي ومسافة السكة. يلا. الو الو الو، نديم باشا؟ هي فين؟ هي فين؟ هي مين؟ اللي قلت لي انها هربت وبعدين جبتها على هنا. فاكرني مش عارف؟ هي فين يا ابني؟ ما اعرفش. طب اهو. فين يا ابني صاحبة الجاكيت ده؟ فين انت؟ أكلمه أقول كل حاجة يا نديم باشا، أقول لك كل حاجة حصلت من ساعة ما كنا في المخزن لحد ما وضعش سمنة تحط لك في الأكل. حيوانات يا ولاد الكلب، موتوا بنتي يا كفرة. والله ما أنا نديم باشا. باشا هي اللي عملت كل حاجة من ورايا. مين اللي وراك ودفع لكم؟ أنا يا نديم باشا، أنا راح مكتفي من خيرك، أنا خدامك. مش 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 مش, مش معقول يعني آخر الزمن هخونك. أنت يا حيوان يا ابن الكلب، مين اللي وراك؟ أنا كل حاجة هددتني، والله العظيم هددتني وقالت لي اكلمك اقول لك ان هي هربت. بس فكلمتك، والله خفت عشان كده كلمتك وقلت لك ان هي هربت. وبعد كده انا كنت عايز اعترف لك وجيت سمعت خبر العالم الصغير الله يرحمها. لكن والله يا باشا انا ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجة يا نديم باشا. اخرس اخرس يا ابن الكلب. هي اللي اتفقت مع الواد بتاع الدليفري ان حد يستناه.
استلم منه الاكل وحط لي في السم. اللي دبرت كل حاجه. دبرت ازاي؟ نفذت كل حاجه، جابت البرنامج بتاع اللي بيغير الاسماء ده، وبيغير الارقام، وحطت رقم اميره عشان كده كنت عايزه تلبسها الموضوع. يعني هي اللي اتصلت بالمطعم؟ هي اللي اتصلت. انا ما شاء الله، انا والله العظيم انا ما عملت حاجه. يا بابا ما تتكلم، يا بابا تقول حاجه. عاوزني اقول له ايه بعد اللي شفته بعينيا في المخزن يا بابا؟ ايه انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا دي باشا على الراجل بتاعك، انا دي باشا، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا دي باشا. أوريك حاجة؟ معلش يا حبيبتي، هبعت الإيميل ده وأفضل. لوجي تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي عايزة توريني إيه؟ ده قلبي. وإنت ده؟ يا روح قلبي، يا روح قلبي، ده أنت اللي قلبي وروحي كل حاجة في الدنيا والله العظيم. أنا قاعد جوه قلبي كده؟ أنت بقى قلبي نفسه، يعني يفتحوا قلبي كده يلاقوا مين؟ أنا؟ بالظبط كده. نفسي أعمل لك حاجات كتيرة قوي. أنت نفسك تبقي إيه؟ دكتورة. لسه عند رايك؟ دكتورة إيه؟ دكتورة أطفال. دكتورة أطفال، إشمعنى الأطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي لو تحبها؟ الدكتورات التانية. الدكتورات التانية؟ يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ نفسكيش يبقى عندك شركات كبيرة زي بابي؟ طب ايه رأيك هعمل لك مستشفى أكبر من مستشفى عمك مفيد بقى؟ اوكي؟ اوكي؟ تصدق؟ ايوه ملك، معلش اضطريت ارد على الويتنج اللي جالي، معرفش ارد عليك بعد كده، انت لازم اخرج. اوكي سيب. كلامك امبارح ما نايمنيش طول الليل. بقول رشا تعمل كده، دي مصيبه، اوعى تكون ظالمها. الموضوع منتهي، شركها في الجريمه اعترف. معقوله في ام تقتل
بنتها؟ كانت قصدها لنا. قصدك انت؟ ما تصورتش ان لوجيا هتدفع الفاتوره. فاتوره ام مستهتره ما تستاهلش تبقى ام. عمرها ما فكرت في حد غير نفسها. حتى بنتها ما فكرتش فيها. امال خلفتها ليه دي؟ اداء واجب. عشان محدش يقول ما خلفتش. اتجوزت وخلفت تعيش حياتها بقى. حياة ايه اللي تعيشها؟ ليه ما تعيشهاش مع بنتك ومعاك؟ عمرها ما حبتني. ولا حبت بنتها. ما حبتش غير نفسها. وراحت البنت. موتي لوشي. ميرسيني جيتي. كلمتيها؟ انت مش قلت لي ان تليفونها مقفول؟ ايوه ومش في البيت ومشاكلهاش بقى جايه الشغل النهارده. عايز اقول لك بقى على حاجه كمان. لو ما جاتش على اخر النهار انا بنفسي هروح لها البيت. رامي بليز اهدى شويه، مش انت كلمتها امبارح لما عمها كان هنا؟ يس، ومن ساعتها لا جت ولا ظهرت. طيب يبقى ممكن تهمد شويه. بس انا هموت واعرف هي بتفكر في ايه وبتعمل كده ليه؟ ليه بتعمل كده؟ تسمعني وما تقولش حاجه؟ يس 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 يس. احكي لي، انا عمري ما قلت اي حاجه انت قلتيها لي لاي حد. لا انت سيحت لي في حكايه الايميل اللي اتبعت لنديم، وعلى فكره هي خدت بالها. خدت بالها مين؟ انت حظيتي انا رشقتها في اميره. وايه يعني صدقت؟ قالت لي كده من غير ما تقول. انا مش غبيه ولا حماره عشان ما فهمش من عينيها كانت عايزه تقول ايه. اوه من عينيها؟ ها فيها ناخد بالها من عينيها ونروح معاها العزاء، ايه اللي بيحصل؟ فيها يا رامي؟ هي اتخنقت منك، مش طايقاك. اتخنقت مني انا؟ فيا ريت بقى تنزل من على ودانها وتهدي اللعب. هي دي افتكاسة منك ولا؟ ولا طب انا بقى نفسي افهم ايه اللي حصل عشان توصل لكده؟ اتخنقت منك يا رامي. ما هو مش طبيعي برضو ما تعديش ساعة من غير مكالمة، واتساب، مسج، ايه ده؟ ولما ما تردش تروح تلاقيك في البيت بأي حجة. يوم المزرعة بقى يا حرام لما خدت عمرو ما خدتكش انت. ويوم العزة لما خدتني انا برضو كان هيجرالك برضو حاجة لما راحت معايا انا ما راحتش معاك انت. ايوه ما انا بقى عايز افهم اشمعنى انت تروحي معاها وانا لا؟ عشان هي كانت مكسوفه تروح العزا، ما تعرفش حد هناك غير نديم. بس دي كانت اصلا فكرتي انا، فكرتي ان هي تروح العزا وتعزيه وتقرب منه. جرى ايه يا رامي؟ فيها ايه لما تروح معايا؟ انت مش هتبطل نفسانتك دي؟ وبعدين بقى فكك من الحلم اللي انت عايش فيه ده. وعلى فكره ملك مش اللي ممكن حد يسيطر عليها او يحطها في جيبك. ماشي؟ وتهرشت على فكره يا رامي. ومن بدري. انتي شايفة كده؟ لا انا مش شايفة حاجة خالص. مين دول؟ لجنة من الضرايب عايزة ملك. ضرايب؟
أنا ما حدش بيلوي دراعي يا جمال. المفروض إنها تقدر اللي أنا فيه، مش عشان هبيت فيها بكلمتين تقوم تستخيل. عقلها كده وخليها تباشر شغلها. مع السلامة. في إيه؟ أميرة عايزة تستخيل. هو ده وقته؟ هتصرف. طب عايزة تستخيل ليه دي؟ هتصرف ما تقلقيش. إيه الناس الغريبة دي؟ ليه دي بقى؟ عشان حاجات كتير قوي هو عارفها كويس. يا أميرة ما ينفعش اللي أنت بتعمليه ده. الراجل متضايق جدا واللي واصل له إنك مش مقدرة الظرف اللي هو فيه. أنا مش مقدرة؟ هو كان حصل إيه لكل ده؟ هو عارف. كل اللي أنا فهمته من المكالمة إنه شد عليك شوية، وده مش جديد، ما يستدعيش كل ده. ما هو لما حد يشكك في ولائك وإخلاصك لازم تاخدها من قصرها وتمشي. مش في الظروف دي، لما الراجل يبقى محتاج لك ما تسيبهوش. ما أنا هجهز كل حاجة قبل ما أمشي. امسك الميل ده، أنا قدمته للشؤون القانونية عشان يرفعوا قضية شرط جزائي على اسمها ملك الجرح دي. عايزاك ما تمشيش النهاردة من غير ما تتأكد إنهم خدوا إجراء في الموضوع ده. وادي الشيك الديبوزيت اللي خدته لهانم. أنا كلمت البنك وتأكدت إن هي ما صرفتهوش، واديت أمر بمنع الصرف. وخلي حد بس بيتابع معاها من البنك عشان لو صرفته يرفعوا عليها قضية نصب. ما هو البنك مش هيصرف لها. أيوة ما أنا عارفة، بس هي لما تفسخ العقد من جانبها وتروح تحصل الشيك ده معناه إنها نصابة ومحتالة رسم، وأنا حاسة إنها هتعمل كده. أيوة هو ده، وادي عقد ب 150 مليون جنيه. خالف اهو اتفضل كده. شوف انا احب الحاجات دي قوي. الله 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 الله. ايه يا استاذ فادي، تعرف ايه عن العقد ده يا استاذ؟ بص حضرتك كويس في تاريخ العقد هتلاقيه جديد، ان شاء الله هتلاقيه في اقرار السنه الجايه. ده عشان وقع في ايدينا، لكن لو ما كانش وقع في ايدينا ما كناش عرفنا عنه حاجه. ازاي بس يا فندم؟ هو حضرتك العقد ده مش فيه شركه تانية؟ اكيد الحسابات هناك هتبلغ. والله اعلم بقى انتم متفقين على ايه بالظبط. الله اعلم بقى اذا كان في عقود زي دي مستخبيه واحنا ما نعرفش عنها حاجه. يا ابني ده انتوا السنه اللي فاتت مقدمين اقرار بالخساره. ما هي دي الحقيقه يا فندم، احنا الشركه بتاعتنا طلعت السنه اللي فاتت خسرانه. يا عيني. ولا حضراتكم ما عندكوش فكره عن الظروف اللي البلد كانت بتمر بيها؟ يعني لا كان لا في شركات ولا اعلانات عشان تبلغ. هي ايام سودة هتعدي علينا. نعم انا عارف. ما تحاوليش ما تحاوليش. طب يبقى ما فيش غير ان انا اروح لها البيت على فكره. انت وانت ليه مش عايزه تسمعيني؟ مش انا قلت لك ان انا كلمتها في البيت، بنتها ردت عليا وقالت لي انها خرجت. طب وبعدين هنجيبها ازاي؟ اقول لكم على فكره. قولي يا ست عبقرينو. ما تقولي السواق. ايوه يا استاذه نهى، احنا في مشوار دلوقتي. لا هي مش معايا. طيب طيب حاضر هقول لها. بتعملي ايه؟ ما هو بص بقى، مش هتقعد كل ده من غير اكل يا نادين. ما ينفعش اسيبك شويه ارجع الاقيكي واقفه في المطبخ، ما يصحش كده. ممكن تسيبني براحتي؟ ايه ده؟ طبعا عايز تثبت اني طباخه فاشله، بس مش هيحصل. ترتاح بره 10 دقايق وتسيبني اتعامل مع المكان ده مع نفسي. وتفتح الباب.
انت مين؟ انت مين؟ انا نصر السواق. سواق ايه؟ السواق بتاع مدام ملك. عايز ايه يا نصر؟ يا فندم يا فندم لو سمحت، اللاب بتاعي ذنبه ايه؟ يا سيدي عارف ان اللاب بتاعك، وحد قال ان اللاب بتاعي، انا عارف انه بتاعك، عليه شويه بيانات هنبص عليها وبعدين نرجعه لك تاني. يا فندم بالعقل كده بس لو سمحت، ده مفيش جواه عقود ولا حسابات ولا اي حاجه ليها علاقه بيكم اصلا. عارف انما عليه برامج، عليه اعلانات، أيوة. الحاجات ديت بنترجمها لفلوس. فلوس؟ فلوس ايه يا فندم بعد اذنك لو سمحت؟ انت خايف ليه؟ هو عليه حاجه مخله؟ لا يا فندم لو سمحت، يا فندم لو سمحت اللاب يا فندم بعد اذنك. لا واضح ان هم متوصي عليهم رسمي يا استاذ. شكلها كده حد مقدم ضدنا بلاغ. انا واعوذ بالله من قولت انا لما رحت لها وشفت الهيلمان اللي هي فيه قلت لها يا رفام اصحى نفسك شويه يا رفام. الست دي اكيد مليون في الميه متهربه من الضرايب. ما اللي تقدر تزور تقدر تتهرب. صح. انت صح يا ناديه، وانا كمان صح الصح الصح الصح. قولي لي ليه؟ ليه؟ لان استغليت معرفتي بصديقي مدير مكتب مكافحه التهرب الضريبي اللي نفسه منى عين يكسبني 10 طاوله بقاله 10 سنين وانا ما نولتهالوش. ليه يا شيخ؟ ايوه بابا، بس انت هتستفيد ايه من حاجه زي كده؟ نعم يا اخويا؟ قلت ايه؟ هتستفيد ايه؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ وانا طارق كونش ياد بتحب مريم بحقه حقيقي ولا ايه؟ يا سلام، ومالك مخضوض قوي ليه كده؟ مش ده اللي انت عايزه؟ ولا ايه؟ يعني طب يبقى نقرب المسافات مش نبعدها. وهي يعني كانت قربت وحياه امك، حياه امك الغالي هي كانت قربت. ما انا قاعد رحت لها لغايه عندها وفضلت لطعاني في المكتب اشرب حاجه ساقعه وحاجه سخنه وقهوه وشاي وليمون، ويكلموها في التليفون تقول ايوه 5 دقايق واكون عندكم، وما تجيش اشرب قهوه وليمون وشاي، ويكلموها في التليفون تقول ايوه مسافه السكه واكون عندكم، وما تجيش. لما انا كرشت من كتر الشرب ما جاتش يا اخويا، ما جاتش. في الاخر ادتنا بومبا. اهي مالك دي مفيش خير هيجي من وراها ابدا، دي دماغها ناشفه زي امها. وحل مش هتحل، هي مش قالت لك كده؟ ايوه. خلاص يبقى تجيب مريم هنا وتوريها لابوك، وابوك يقعد معاها ويفهمها هو هيعمل ايه. فاهمها ايه؟ ده انا هجيب لها المحامي بتاع اختها شخصيا، واول ما هيشوفني هيقول لها الراجل ده محترم. طبعا بيشاور عليا انا. طبعا. الراجل ده مش طماع، بيشاور عليا انا. طبعا. ايوه الراجل ده مستعد يتنازل عن نصيبه ليك يا مريم. ما تقلقش يا بابا، كل اللي انت بتقوله ده مريم متاكده منه. هي قالت لك كده؟ هتقول لي ازاي يا ماما؟ هي اصلا خلاص خلاص يا ماما. يا ساتر. طب لما هي متاكده وعارفه كده كويس، ها سكت على كده ليه؟ يا بابا ما انت عارف هي مفيش في ايديها حاجه. لا في يا اخوي، في بدل الحاجه حاجات، حاجات كتير قوي. وانا روح اتهالي هنا وانا هعرفها اقول لها تعمل ايه. الله، انت مش قلت انك هتجيب واحد من الشهر العقاري عشان يلغي التوكيل اللي هي عاملاه لاختها؟ صبرا ناديه صبرا. ادينا صبرنا. صبرا، اصبري شويتين هفهمك. انا عاوزها تتاكد الاول بنفسها ان انا مش عاوز حاجه منهم، ساعتها بقى هي بنفسها هتيجي لحد عندي وتقول لي انا عاوزه الغي التوكيل اللي انا عاملاه لاختي. يا عيني البنت دي صعبانه عليا قوي قوي قوي، وحاسه كده ان اختها كده بتدبر لها مصيبه. مصيبه بس؟ اه دي مسكينه، دي اكيد اكيد ما بتعالجهاش. ايوه ما بيجيبلهاش ادويه، ما هي لو بتعالجها كان زمانها خفت يا ناديه، وما بتوكلهاش كمان ولا بتعملها اي حاجه، والود ودها انها تموت عشان هي تلهف كل حاجه. تموت ده ايه بعد الشر عليها؟ وباذنك يا رب شفاها هيكون على ايدي ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك انت ما قلتليش عملت ايه؟ يا ترى الخاتم عجب ولا ما عجب؟ ما عجب. افتح الباب واجي اقول لك ايه موضوع الخاتم ده بقى. ايوه هي الساعه كام؟ حضرتك جاي لنا البيت تسالني الساعه كام؟ اصل ساعتي مش مظبوطه، وبعدين تفرق
لو قبل 12 هقول لك صباح الخير، لو بعد 12 هقول لك مساء الخير. يا سكر مين حضرتك؟ مين يا طارق؟ انا قريبك بس الظروف يعني خلتنا ما نقابلش بعض. مين يا طارق؟ انا عارف واحد جاي بيقول لي الساعه كام. مين حضرتك؟ طارق، هي قالت لي فعلا اسمه طارق طاهر بس انا كنت ناسي. مين اللي قالت لك الاسم؟ انا فهمت، انا اديله حاجه لله ومشيه. الله يسهل لك يا سيدي. ازيك يا عمي؟ عمك مين ده؟ انا عارف، بيقول لي عمي. ماشي يا حبيبي، انا عمك. خير؟ انا خالد الليسي يا عمي. ده ماركه نظارات جديده نازله السوق ولا جرافطات ولا اسم الصيدليه هتفتح جنبنا؟ فاهمني يطلع ايه الليسي ده؟ انا عارف حاجه. لا لا كده كده ازعل، كده ازعل. وبعدين ده لسه بقول طاهر، طارق، لسه بقول لطارق ان احنا قرايب. قرايب ازاي يعني؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا، انا بقى خالد الليسي جوز مريم بنت اخوك. مريم نهى، هو في ايه؟ دخلوا علينا دخلة تقبط مش عارفين عايزين ايه، واخدين سيدي حابسينه جوه. ملك ملك، كل حاجة تخلص بالهدوء. مكتبك فين؟ مش هتفرجيني عليه؟ ها؟ فين مكتبك؟ عايز اشوف. اتفضل. نادين فخري؟ بصي بقى فاضي جايب لك ايه؟ الله، حلو قوي. ايه رايك؟ هتسميها ايه؟ اسمها ايه؟ مايلا. حلوه. بصي عينيها حلوه كمان. ازاي؟ زي رنا اللي لها حلوه. وحاشا انت في مدرسه؟ او ممكن احط لها مثلا الكتب. ايوه دي. نلبسها الشوز دي. لا، وهي رايحه المدرسه تلبس الشوز دي واليونيفورم ده. لا، وفيها كمان دي شنطه بتاعت المدرسه، حاجاتها فيها. ممكن تقلعي الجاكيت وتلبسيها الجاكيت ده. حلو. طب يا حبيبتي اطلعي بقى العبيد بالعروسه في اوضتك عشان هتكلم مع طنط مريم شويه. اوكي، يلا بسرعه. اما انت متجوزه من بدري ما قلتوليش ليه؟ خبيتوا عليا ليه؟ ايه؟ خايفه رنا تسمع؟ تلاقيش، رنا عارفة كل حاجة. لسه دلوقتي كانت قاعدة بتحكي لي على المحضر اللي جالك البيت. يا خسارة، علمتوا بنتي الكذب، علمتوها الداري وتخبي عليها حاجات كتير قوي. هو ده اللي انت بتعلمه لها؟ هي دي التربية؟ طبعا انت دلوقتي بتسألي نفسك وتقولي الراجل ده ماله ومالي، هتجوز او ما اتجوزش. لا يا هانم، انت خالت بنتي، بنتي اللي امها سايباها ليل ونهار قاعده معاكي ودايره على حل شعرها. يعني انت اللي بتربيها، عشان كده لازم اعرف عنك كل حاجه، كل كبيره وصغيره. واهم حاجه لازم اعرفها دلوقتي، انتوا ليه خبيتوا عليا موضوع جوازك؟ ايه السر في انكم تخبوا عليا؟ ها؟ انا اقولك، عشان اي مقارنه بيني وبين الصعلوك اللي انت متجوزاه هتبقى النتيجه في صالحي. وطبعا ده مش هيعجب الست هانم ملك، لأنها يهمها إن دايماً أبقى أنا اللي تحت وعيلتكم هي اللي فوق. العيلة اللي كلها ملايكة نزلت من السماء، العيلة اللي ما بتغلطش، عشان كده خبت عليا وكستكم. بس ما عملتش حساب إن السعلوك بتاعك هيجي لي لحد البيت ويحكي لي على كل حاجة. أنا مش جاي أقعد والضيف، أنا جاي عشان أقول لك كلمة واحدة تبلغيها للست هانم اللي أنا مش عارف أوصل لها. بنتي مش هتقعد معاكوا أكتر من كده. بنتي هاخدها بالذوق أو بالعافية. لا، أنا هاخدها بالمحكمة. ولعلمك المحكمة سهلة أوي إنها تحكم لي، لأن أمها مش فاضية لها، خصوصاً بعد لما تتجوز البيه رجل الأعمال اللي قد المقام اللي اسمه نديم فخري.